وخلي ننتقل إلى الموضوع الشعبي اللي هو يقول المناعة هذه اللي يعني الأسباب اللي تخلي الإنسان يتعرض إلى هذا المرض أكثر من غيره. ممكن يكون مجموعة من البشر في مكان واحد، واحد منهم ينعدي واثنين ثلاثة ما ينعدون. زين شنو السبب؟ هواية أكو من الأمهات كان يجون يسألون يقول لي أنا ليش ابني على طول يتمرض؟ أنا ليش ابني كل ما يروح المدرسة يتمرض؟ كل ما طلع برا يتمرض، بينما ابن أختي مثلا ما يصير بي شيء. فهنالك استعداد عند البنية لتقبل المرض. الاستعداد هذا إلى مسببات. من المسببات اللي موجودة هذه هو مثلا أن يكون الطفل هو أصلا مصاب بأشياء تضعف من مناعته. من الأسباب اللي تخطر بالبال هي مثلاً الأمراض المزمنة. مثلاً واحد يكون عنده يشكو من مرض معين، مرض بالقلب أو أمراض الدورة الدموية أو أمراض التحسس، حساسية بالخشم أو حساسية بالصدر والربو القصبي، تزيد من احتماله بالإنفلونزا، مناعته تكون قليلة. يكون مصاب بداء السكري. داء السكري أيضاً يلعب دور، يعني خلي هذا الإنسان أكثر عرضة للالتهابات من الإنسان السليم. ولهذا الواحد يأكد من إذا كان شخص يعاني من هكذا أمراض مزمنة أنه يحتاج لرعاية خاصة حتى لا يصاب، لأنه إذا صاب الإنفلونزا شديدة يعني أنا أعرف يعني بعض الناس تستمر وياهم 7 أيام، البعض 2 3 أيام، حتى تختلف وحتى حدتها تختلف من شخص لآخر. هذا يعتمد على نوع الفيروس اللي دي يسبب المرض، ويعتمد على مقاومة الشخص ومتى لياقته. فإحنا مثلاً قلنا أكو بعض مثلاً أسباب أخرى اللي هي مثلاً السمنة، هي أحد أسباب اللي تخلي الإنسان أكثر استعداد للمرض من الإنسان اللي هو وزنه طبيعي. بالعكس مثلاً أكو أطفال جداً ضعيفين، فالإنسان الضعيف جداً هذا أيضاً مناعته قليلة راح تكون، فهذا يكون أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا في موسم الشتاء. هنالك أمراض كلش نادرة اللي هي أمراض المناعة وضعف المناعة وكذا، هذا أيضا ممكن تلعب دور في أن تخلي هذا الإنسان يكون أكثر استعداد لتقبل المرض من غيره. من الأمور المهمة مثل اللي الآن موجودة عندنا مع الأسف يعني في بلادنا بشكل كثير جدا هو تلوث الجو. تلوث الجو يلعب دور كبير جدا في تفاقم المرض وسرعة انتشاره وكثرة انتشاره. فمثل ما نشوف بالسلايد الآخر راح نشوف أن هنالك أسباب أخرى اللي تسبب وتشجع على حصول هذه الأمراض. منها مثلا الغازات اللي تنبعث من أجهزة التدفئة اللي نستعملها إحنا بالبيوت، صوبات مثل الصوبات، مثل المناقل مال الفحم، الفريمز، الطباخ، فهذه الأمور كلها المولدات. بس يقولوا الحمد لله والشكر هسه الكهرباء صارت أكثر أفضل يعني متوفرة. البيوت القديمة مثلا اللي هي قديمة وبيها رطوبة وتعفن، هذا أيضا يساعد على انتشار المرض وكثرته وأنه يصيب الإنسان بسهولة أكثر. من الأشياء المهمة أيضا هو الأوساخ والقاذورات والزبالة اللي تكون مرمية بالشوارع، هذه كلها مرات خصبة لتكاثر كل أنواع الفيروسات والبكتيريا أيضا، فهذا أيضا تلعب دور كبير جدا في حصول الأمراض. انتشار المرض. الحقيقة إحنا مع الأسف يعني بالوقت الحاضر أكو عندنا أمطار غزيرة جدا صارت بالبلد، وهاي الأمطار هي أمطار خير مع يعني إن شاء الله. فاحنا بس لا تقلق الناس الناس غرقوا بالامطار. احنا نقول ان شاء الله تكون امطار خير على وطننا، وان شاء الله هاي نعمه، وما اقدر ادعو غير اكثر من الدعاء اللي دعا به الرسول صلى الله عليه واله، قال اللهم اجعلها حولنا ولا علينا، اللهم على الاكام والضراب
وبطون الأودية ومنابة الشجر، وأن الله يرحم الناس اللي توقع عليهم هذه الأمطار من التلوث ومن المشاكل مالتها. الطعام أيضا يلعب دور كبير جدا في المناعة والمرض بنفس الوقت بالنسبة للإنفلونزا. فالأطعمة مثلا تلقين الطباخ مثلا أو اللي يشتغلون بالمطاعم ممكن يحطس على الأكل أو يقح على الأكل، فهذا الرذاذ اللي يطاير من عنده ممكن يصير على الأكل. فالإنسان هو ما يشوفه للمريض هذا ولكن يأكل الأكل فراح يتمرض من عنده. إذا يجب على الأخوة اللي يملكون مطاعم يعني نترجاهم أنه لما يكون العمال اللي عنده بالمطبخ يكونوا مشهودين مزكومين، أن يلبسهم كمامات يعني إذا ما يريد يعطي إجازة وما يقدر يتخلى عنه إلى أن يصير زين على الأقل يلبس الكمامة حتى ما ينقل المرض. وحتى الناس العاديين حتى لو كان في البيت يعني ممكن يكونون يديرون بالهم على هذه النقطة أنه بس أكو وعي عند الناس أنه المصاب بالإنفلونزا شوفه يعزل أغراضه يعزل المق مالته المعقول مالته يكون أفضل، لكن ثقافة نخلي كمامة. أنت تتصور أنه إذا اليوم خلوا كمامة بالمطاعم ضرورية بالمطاعم ضرورية بس بس بالخارج حتى الناس الإنسان دا يروح الدوام يخلي كمامة. من الأشياء اللي هي كلش هواية تأثر اللي هي كثرة الموجودين الاختلاط لكثرة الناس. فلذلك نشوف الأطفال مثلا أيام ما يبدون يروحون للمدارس والرياض الأطفال كل شوية يتمرضون بينما من يكون هو بالعطلة قاعد حتى إذا كان بالشتاء ما يتمرض. ليش؟ لأنه أكو ويا طلاب أخر فداخل الصف صف مغلق واحد منهم يعطس اللاخي مكان مغلق ينتقل الفيروس من واحد إلى واحد ولذلك هم يتمرضون بسهولة. عندنا من الأشياء اللي احنا نشوفها كل شهواية كل الحجاج لما يروحون يحجون من يرجع الكل مريضة يصير بهم إنفلونزا. ليش؟ لأنه هذا كان ويا ملايين من البشر من مختلف بقاع العالم فيأخذ من هذا ويأخذ من ذاك بالأخير ما بين يكمل الفيروس فترة النقاء مالته يصيبه ويتمرض الإنسان. نعم. طيب بالنسبة للأكل حتى ندخل بهالموضوع بس أنا الوقت لأنه محرجة بالوقت قدامي. السلايد الأخير راح يبين أنه شنو المأكولات اللي إحنا إذا أكلناها راح نستزيد من فيتامين سي. فيتامين سي مفيد جدا طبعا برفع المناعة وتقوية الخلايا المخاطية اللي موجودة بالجسم وبالتالي يساعد على القضاء على الفيروسات بشكل أسهل. فهذه المواد اللي هي معروضة قدامكم يعني الطماطة وال يعني المفروض اتباع غذاء صحي يعني يكون مو بس في أوقات أكو الناس تأخذ العصير وتأخذ من يتمرض وتشرب الحليب بينما هو المفروض نظام. هذا سؤال مهم جدا. من فوائد الفيتامينات هذه أنها مؤثرة قبل لا يحصل المرض. أما إذا الإنسان يتمرض ما كفاية خلاص مرض. فإحنا ننصح الكل أنه يحاولون يقنعون أولادهم وهم أيضا يأكلون الفلفل البارد والطماطة والخيار والها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي. تنصح بالأعشاب أيضا اليوم أشوف كثير من الناس تلجأ للأعشاب إلى يعني إذا إلى البابونيك والجنجر والزنجبيل. إذا حصل المرض صدقيني ماكو دواء يفيد. الأدوية الباقية كليتها هي مجرد مسكنات أو مخففات للألم إذا حتى نتلافى كل اللي يصير لازم نتلافى الموضوع من خلال غذاء صحي موجود. الوقاية خير من العلاج. أما لما يوصل للعلاج طبعاً إحنا عندنا إحصائيات تقول إذا كل شيء منطيته للمريض يطيب وراء خمسة أيام أو أسبوع وإذا منطيته كل الصيدلية وراء خمسة أيام أو أسبوع يطيب. فالأفضل أنه نتوقع من المرض بدل أنه نصاب به ونقوم ندور على الطبيب وندفع لكشفية نروح للصيدلي ونشتري دواء كل التعب وألمها هي الإنفلونزا يعني هو الألم والآلام. نعم. تحب تضيف شيء قبل؟ الله يسلمك دكتور. أتمنى للشعب العراقي كل بيته الصحة والعافية إن شاء الله. الصحة والسلامة والسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. الدكتور نزار صادق السامراء اختصاصي أمراض الأطفال شكرا جزيلا.